حمل مندوب مصر دائما لدى جامعة الدول العربية سفير محمد مصطفى عرفي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الاجتياح الميداني المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية. وفي كلمته خلال الدورة غير العادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، شدد مندوب مصر على أن تكرار القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح يؤكد أن الاحتلال يواصل استخدام سلاح التجويع ضد أهالي قطاع غزة، كما أكد أن مصر تدين التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. أؤكد في مستهل كلمتي أن الموقف المصري واضح بجلاء منذ بداية الأحداث. استرفض مصر وتدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة الوحشية على قطاع غزة، وتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الآن المسؤولية الكاملة عن الاجتياح المحتمل الميداني المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي ينذر بإفشال الجهود الحثيثة التي تستهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال مساعدات الغازة إلى قطاع غزة، ويدفع الأمور إلى كارثة إنسانية محدقة ذات تبعات وخيمة للغاية على الجميع بما فيهم إسرائيل. اسمحوا لي أن أعاود التنويه في هذا السياق على ثوابت الموقف المصري الرافض لأي توجه من شأنه العمل على تهجير الشعب الفلسطيني الكريم خارج أراضيه، أو أي محاولة آسمة لفصل قطاع غزة عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لأسس السلام بالمنطقة. أولا، إن تكرار القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح قد حال مرارا دون إدخال المساعدات اللازمة إلى الشعب الفلسطيني، ما يؤكد على وجود نية إسرائيلية واضحة ومؤيدة لاستخدام التجويع سلاحا في حربها الوحشية على الفلسطينيين. ومع ذلك، وانطلاقا من الشعور المصري بالمسؤولية، فإن مصر تظل عازمة على استمرار دورها فيما يتعلق بحشد وتنسيق عملية إدخال المساعدات الغاز الوطنية والعربية والأجنبية بالوتيرة والكميات المرجوة، وتنسق حاليا مع الأشقاء والأصدقاء في إدخال وإسقاط مساعدات إنسانية والعمل الدؤوب للتوصل إلى وقف إطلاق النار.